كان الناس يعانون، وستظل المعاناة قائمة في هذه الأرض بجميع أشكالها، من المرض ومن الحزن ومن التعب ومن الجوع ومن العطش ومن القهر ومن الظلم يقع على المرء، إلى غير ذلك من هذه العوارض، من هذه العوارض التي تصيب البشر، لأن الله لم يخلقنا في الأرض لينعمنا. واهم من يظن أنه وجد ليتنعم، لا، وجد ليبتلى. خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان وجد في هذه الأرض ليختبر ليبتلى، فساعاته السعادة مختلسة، مختلسة من محيطات الحزن والأسى، ساعات الراحة مسروقة من تلال التعب والنصب، ليس ها هنا راحة. من وطن نفسه على ذلك فهو السعيد حقا في هذا الوجود، أنه سيعمل لآخرته، وإلا فكبر عليه أربعة.